ضيوفنا الكرام، سيدتي سادتي، يتفضل الآن السيد نوزاد هادي محافظ أربيل لإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، سادة الحضور، ضيوفنا الأعزاء، نيابة عن أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم ونحن نحتفل بافتتاح المعرض الدولي للكتاب الذي عودتنا عليه الأستاذ فخري كريم مع مؤسسة المدى سنوياً بإقامة معرض الكتاب على أرض المعارض في أربيل. وهذه السنة وهذه المعرض التي تحتضن أكثر من 700,000 عنوان للكتب من دور نشر مختلفة، والذي نعتبرها فرصة ثمينة للقراء ومؤسسات العلمية في الإقليم والعراق لكي يستثمروها ويستفادوا من كل هذه العناوين ودور النشر الموجودة في هذه المعرض. مشكوراً لمؤسسة المدى وأخي العزيز أستاذ فخري لإقامته سنوياً هذا المعرض في أربيل. نتمنى لكم وللمعرض النجاح، ولكم طيبة الإقامة في ربوع أربيل وكردستان، والنجاح لهذا المؤتمر. فأهلاً وسهلاً بكم مرة أخرى.